فرانك اللي مين تبقى الكثير 9992 احسنت 9993 ليتس جو هيا هيا تقاتل يا فراكلي 94 احسنت يا فراكلي هيا 95 ممتاز ممتاز سيفعلوها جي 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 96 الان الان لا ترتاح يا فراكلي 96 احسنت لم يتبقى الكثير يا صديقي 98 هيا 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 هي. 10000 اخيرا فعلها فراكلي او لازال مستمر فقط يا فراكلي توقف لكي نرتاح 5 دقائق نرتاح 5 دقائق يا فراكلي ويجب عليك فعل 10000 مره اخرى تدريبات على بطنك لكي نقوم بتقويه ذلك البطن بطبيعه الحال فان فراكلي قوي شاهدوا يا اصدقاء كيف اصبح يتمشى من كثرة القوة يا رفاق من كثرة العضلات الموجودة لديه أصبح خطير جدا يا أصدقاء وهو الآن لم يعد يخاف نهائيا لكن لماذا هو غاضب ليس لأنه سيستمر في التدريب بل يا أصدقاء لأن كارثة لقد وقعت والزومبيز منتشرون يا رفاق في القرية وفي أي لحظة ممكن في الدقائق القادمة الزومبيز سيأتون وسيصلون للوس سانتوس لهذا السبب يجب علينا الحذر الشيء الذي فعلناه هو أننا قمنا بقفل الباب سأخذكم الآن يا أصدقائي الباب الأمامي لكي تكتشفوا يا رفاقي كيف أننا قمنا بمنع الزومبيز على الأقل لكي لا يستطيعوا دخول المنزل فقط بطريقة بسيطة لأني لست متأكد ممكن أن يدخلوا أصدقاء من الضفة الأخرى كما تشاهدون قمنا بوضع هذا الصندوق هنا حملناه بيد واحدة يرفق ووضعناه هناك أما بالنسبة للتشابا هو مؤمن يا أصدقاء جالس هنا في هذه الضفة وهنا في هذه المنطقة لقد قمت بوضع فقط بلات صغيرة جدا حتى مثلا إذا جاءوا فإنهم لن يستطيعوا يا أصدقاء الدخول ببساطة وإذا دخلوا سنقوم بتدميرهم لا مشكلة لدينا نهائيا والأجواء لحد الآن فإنها كارم لا توجد أي مشاكل ولقد قمنا بإنهاء التدريب الآن فعلنا يا أصدقاء 10000 بوش أبس الأخرى واو ماذا يفعل ركزهم تشوب فإنه ينبح كأنه أحس بشيء ما هذا شيء عجيب هلا وصل الزومبيز يا صديق تشوب حتى ولو وصلوا يا تشوب لا تقلق لن يستطيعوا فعل أي شيء لنا واو 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 لقد أصبحت سريعة يا صديق فراكلي فراكلي سمع النوبة وشيشي هناك علامة حمراء أصبحت تظهر فوق من تشوب يعني أصدقاء بأن فرانكي مستعد لكي يقوم باستعمال قدراته لكي نخرج للشارع ونكشف ماذا يوجد في الشارع لأن المنزل عندنا مؤمن لحد الآن الزومبيز لا يستطيعون الدخول التأمينات التي فعلناها لقد ها نعم بالفعل هما الزومبيز في الخارج يا نخرج عندهم لكي نسلم عليهم ياي هي هذه طريقة القفز المميزة يا أصدقاء الخاصة بنا لأننا نحن هم أقوى رجل في العالم شاهد الزومبيز غير مهتمين خصوصا هؤلاء ايش ولا انسى واو 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 بام دمرته واو واو يجب علي تدميرها يا اصدقاء لماذا لان هؤلاء لا ضربت الطيار لا لا تضرب ماذا تريدون يا يوزن انصحكم الا تقتربوا مني هيا بام هاتي من بين القدرات يا اصدقاء نقوم بجمع اللكمه ونضربها في الارض شي 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 ها اللكمه القويه الان ممتاز شي شي زومبيز لقد طاروا يا اصدقاء سيارتي كذلك انفجرت لا يهم الامر وي دونت كير بيبي هاتي من بين القدرات يا أصدقاء التي تعلمناها وتدربنا عليها سابقا لقد لعبت الجزء الأول من هذه الحلقة وقمنا يا أصدقاء بالدخول للسجن وهربنا من السجن على أننا أقوى رجل في العالم الآن يا رفاق سنقوم بتدمير الزومبيز على أننا أقوى رجل في العالم كما تشاهدون لدينا لكمات قوية جدا هاتي هي اللكمات البسيطة الخاصة بنا تلك القدرات بسبب التدريبات وصلت لها لم أصل لها عشوائيا لكن بسبب التدريبات تعالي أنشي أجوان أريد حمل الأنسة وليس السيارة هي ممتاز تعالي تعالي أقوم بجرك وسأقوم بأخذك للمنطقة الآمنة شاهدوا هاتي الأنسة ماذا تفعل هي كذلك زومبي أستطيع حملها نعم أستطيع حملها هاتي لازلت لم تموت هاتي يا صيحة الزومبي سقوم بإعطائها القدرات لازلت تأتي عندي شاهدوا هيا قوم تعالي تعالي هيا لا تقوم بإعدائي بالفيروس الخاص بالزومبي إذا تحول أقوى رجل العالم لزومبي الكوارث ستكون خطيرة جدا يعني أن العالم كله سيتم إصابته بالعدوى هيا إذهب 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 ممتاز ممتاز نهرب منهم الأمر سهل صراحة أول مرة سأعيش كارثة زومبي وأنا غير خائف نهائيا من الزومبيز الآن سأظهر لكم يا أصدقاء أحد القدرات الأخرى وهي هذه القدرة يا أصدقاء شيء سأصفق زومبي سيختفون راقب بوم ركزوا ذهبوا يا أصدقاء اختفوا نهائيا من أمام شاهدوا هذه الأنسة بوم انا اصفق وارسل عليه فقط الريح والزومبيز فانهم يختفون ويذهبون نهائيا يا رفاق شي شي في هذه الاثناء نحن غير مهتمين للزومبيز نحن نقوم باللعب الان مع الزومبيز اصبع شاهد الشيء الذي ساعد تلك الانسه بوم ركزهم جريت عندها وضربتها لكمة واحده فقط هل ماتت بالفعل ستموت تلك الانسه الاخرى هي احتاج فقط للعلامه بوم ركزهم جريت عندها ودمرتها لكن الان سافعل استراتيجيه أخرى. الاستراتيجية هي كالتالي لن أجري عندها بل سأطير عندها يا أصدقاء شيء مثلا تلك الأنسة بوم شيء
واو دايركت لعندها يا رفاق وتم تدميرها من هاتي مثلا. لا هاتي قريب شيش شوف على هاتي تلعبي نسكي أم هذا هي تعال اذهبي العبي السكي الآن في السماء. هاي تلك الأنسة مثلا شيء سأطير عندها يا أصدقاء أحتاج فقط العلامة الحمراء لكي تدار فوق من رأسها بوم اختفت نهائيا يا أصدقاء. لا هاي إذا كانت مجبعة واو ضربة قوية لكن يا أصدقاء لم أصيبها لست متأكد منها الآن سنقوم باستعمال قدرة التصفيق جاي ثم تدميرهم على السرعة. هي قدرة التصفيق يا لروعة يا لروعة يا صديقي هيا سنصفق الآن بوم ممتاز هيا أنت بوم للكوارث الطبيعية. الآن الشيء الذي سنفعله يا أصدقاء هو أني سأحاول تنظيف هذه المنطقة نهائيا من الزومبيز منزلي سأقوم بتنظيفه من الزومبيز وبعدها سنتحرك يا رفاق. هي هذه الاستراتيجية كما تشاهدون نحاول تنظيف المنطقة نهائيا من الزومبيز. الآن سنقوم باستعمال القدرة الخيالية هيا ممتاز 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 هيا مرة أخرى مرة أخرى سأقوم بتدمير جميع الزومبيز يا أصدقاء الذين سيأتوا لهذا المكان لكي ننظف المنزل يا رفاق. نقوم بإنقاذ صديقنا تشوب منزل تم تنظيفه نعم جميع الزومبيز لقد ماتوا. الآن سننظف هذه الضفة كذلك وبعدها سنتحرك يا أصدقاء. الجيران الخاصون بنا كذلك سنساعدهم كفى نلعب الآن مع الزومبيز لأنه يجب علينا إنقاذ العالم. قمنا بتنظيف المنطقة لازال هذا فقط الشخص سأقوم بحمله سأضرب هاته به بوم هيا اذهبوا إلى الجحيم. والآن سنتجه يا رفاق وسط من المدينة لكي نحاول إنقاذ الناس وسط من المدينة الذين لا زالوا على قيد الحياة نحاول إنقاذ ما يمكننا إنقاذه. شيء وسط المدينة ممكن الزومبي لا بل جاءوا ها وصلوا نقوم بتنظيف هذه المنطقة كذلك يا لروعة يا رفاق. لا تنسوا كذلك تعاود الضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع أصدقائكم إذا عجبتكم حلقة أقوى رجل في العالم ضد الزومبيز. سابقا ذهبنا للسجن وصراحة هربنا من السجن بسهولة تامة أقوى رجل في العالم لا يجب عليكم أخذه للسجن نهائيا. ما هذا نوتيفيكيشن مايكل هاي فراكلي أين يدير هيلب مايكل يحتاج لمساعدة يا رفاق سندافع عندها لمنزله لكي نكشف ما الذي حل به. أولا يجب علي تنظيف المنطقة التي تحيط بمنزل مايكل وبعدها سنحاول إنقاذ عائلة مايكل يا صديقي. نذهب عند مايكل مباشرة لا تقلق يا صديقي مايكل أنا جاي 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 in no time سنصل عند صديقنا مايكل من الزومبيز. هام 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 ننظف أولا هذه المنطقة. هيا يا الزومبيز اذهبوا إلى الجحيم أنت الذي لم تموتي بعد هيا موتي الآن يا سلام. نأتي هنا ننظف تقريبا هذه المنطقة كلها يا صديقي يجب علينا تنظيف الباب دخل الزومبيز بالفعل لمنزل مايكل. أتساءل أين هو مايكل الآن يا أصدقاء. أولا نقوم بتنظيف هذه المناطق هنا حول مايكل وبعدها يا أصدقاء سندخل لكي نقوم بتنظيف منزل مايكل ونكتشف أولا أين هو مايكل. هو مختبئ في أحد الغرف. ماذا أول شيء سنفعله؟ نقوم بتنظيف المنطقة هنا من الزومبيز لكي لا ينشروا العدوى أن فيروس الزومبيز كلنا يعرف كيف ينتشر. أغلب هؤلاء لقد ماتوا الآن. هذا بوم جاز مات هذه الأنسة لازالت لن تموت بعد نسو هذه السماء لكي تموت. هذا الشخص بوم جيد هيا بوم تعال وسط منهم يا حبيبي هيا اقفز الآن يا سلام لا أنهيت هؤلاء أنا يجوم شي 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 استيقظوا الآن ماتوا هيا استيقظوا الآن ماتوا جاز بقي فقط هؤلاء ندمرهم لكي لا يعودوا يا أصدقاء ولكي لا يقتربوا نهائيا من منزل مايكل. والآن الشيء الذي سنفعله سنأتي إلى هنا لكي ننظف منزل مايكل. مايكل أنت في المنزل؟ لا مقفول مقفول المنزل لك. نعم نعم هنا هناك هاتي الأنسة نحملها نضرب بها هاتي جيد علي أصدقاء هؤلاء إرسالهم وإبعادهم عن منزل مايكل لا يجب علي فعل تلك الانفجارات الآن. يجب علي تنظيف يا أصدقاء المنطقة ومايكل لست متأكد أين هو بالضبط علي البحث عنه يا رفاق. ننظف المنطقة فقط بهذه الطريقة انتظر ما الدفع هيا هيا واو واو هنا هنا من الضروري استعمالاتها ممتاز فجرتهم هيا هيا استعملها ممتاز. الآن يجب علينا إن شاء الله لا أستطيع أن أصحى فعل هذا لأن الزومبيز يأتون علي إيجاد مايكل. يا أيها الزومبيز فقط ابتعدوا أيها الزومبيز علي البحث عن صديقي مايكل هل سمعتهم لكي نقوم بقفل هذا الباب أولا هيا دمر ذاك دمر ممتاز أصابوني أصحى كأني أحس بأنهم أصابوني هيا دمر ذاك ممتاز هيا ممتاز دمرتهم مايكل وها هو مايكل شاهدوا يا أصحى مايكل مايكل والعائلة فإنه فوق بالسطح لا تقلق يا صديقي مايكل سأقوم ب هيا 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 اقفل الباب بالمفتاح يا صديقي مايكل هذا الباب يجب أن تقفله بالمفتاح هل سمعتني؟ مشكل جيمي لقد تحرك هو ومايكل أحسنت فقط قم بإحضار المفتاح واقفل الباب سأدمر أنا جميع هؤلاء الزومبيز الذين دخلوا للمنزل هيا موتوا شاهدوا الباب يا أصدقاء ممتاز أحسنت يا مايكل مايكل لقد قام بجميد الباب كما تشاهدون الزومبيز يعني أنهم لن يستطيعوا الدخول
ما علي فعله فقط هو تدمير هؤلاء الزومبيز الذين سيبقوا هنا. أنت لازلت لم تموتي بعد. لا بل ماتت. ممتاز مايكل. وهو وجيمي شاهدوا لقد بدأوا يتحركون. ممكن أنهم وجدوا المفتاح وقفلوا الباب، لست متأكد، لكن أحسنتم يا رفاق. المهم الشيء الذي سأفعله الآن، لدينا هذه السيارة. مايكل، جيمي، أماندا، تريسي، تعالوا اركبوا في هذه السيارة، سأقوم بقلبها من أجلكم، لا تقلق. نعيد قلب هذه السيارة لأن جميع الزومبيز الآن قد دمرناهم يا أصدقاء، لن يستطيعوا الدخول للمنزل. ممتاز، هاي السيارة موجودة الآن، اركبوا في هذه السيارة، هيا على السريع، ابتعدوا يا الزومبيز، هل سمعتم؟ ابتعدوا من هذا المنزل. المهم يا رفاق، هاي العائلة الآن لقد ركبوا في السيارة كما تشاهدون، مايكل، جيمي، أماندا، تريسي، فقط لا تقلقوا ولا تخافوا ولا تحزنوا، everything's good in the hood يا صديقي. ممتاز، هيا تشبثوا في السيارة واستمتعوا بوقتكم ولا تقلقوا. لا لا تخرجوا لا تخرجوا. جيمي خا شيد ماك. عد السيارة، خافوا يا صقا خافوا. أول مرة سيركبون بهذه الطريقة، لكن لا تقلقوا سيبقون. هم يحاولون الصعود لكنني لن أسمح لهم لكي يذهبوا لأي مكان. فقط تشبث يا صديقي مايكل ولا تقلق، سأقوم بأخذكم لبر الأمان يا صديقي. بر الأمان، المنطقة البعيدة هي التي علي الاتجاه. لاحظت بأن هناك سيارات انتظروا، المنطقة كذلك آمنة، ركزتم، الناس بدأوا يسوقون السيارات. أتوقع بأن الدولة يا أصدقاء بدأوا يدمرون الزومبي، لكن سأقوم بأخذكم لأمان منطقة، لا تقلقوا، فقط اصبروا معنا. وشيشيم طيران يا حبيبي، ركزوا. واو واو واو، فراكي أصبح قوي، أقوى رجل في العالم، فإنه هو فراكي يا أصدقاء أخذ عائلة مايكل وأنقذها، وهو الآن يحاول أخذهم لبر الأمان لكي نحذف نهائيا الشك باليقين، ولكي نتأكد يا أصدقاء من أن الزومبيز لقد اختفوا. سأقوم بأخذكم لأمان منطقة، لا تقلقوا، منطقة الغابوية هنا الزومبيز غير موجود، لأنه لا وجود للناس أصلا، والزومبيز يحبون أكل لحوم الناس ويحبون شرب دماء الناس. لهذا السبب يا رفاق قررت أخذهم لأأمن منطقة. رغم كل هذا لن أنزلك هنا يا صديقي مايكل، بل سأنزلك في أأمن منطقة، لا تقلق، فقد تشبث أنت والعائلة هنا. لم يتبقى الكثير وسنصل يا صديقي مايكل، أتوقع بأننا وصلنا، استطعت رؤية المكان من الآن، شاهدوا، نعم هي هذه المنطقة يا صديقي مايكل، منطقة آمنة، وكذلك ستستمتع في وقتك مع زوجتك حبيبتك أماندا. هذا هو الكوخ يا صديق مايكل، ما رأيك يا رفيقي؟ أخذتك من المدينة التي فيها الكوارث وأنقذتك من الزومبيز، أنقذت من لا تقوم بالسياقة يا مايكل، لقد أنزلتك للأرض، لا تقلق. سيد أماندا خائفون، مايكل فقط توقف هنا، أحسنت، انزل، لا تخاف لا تخاف. هذا هو منزلكم الجديد الآن، جيمي، أماندا، تريسي، مرحبا بكم في منزلكم الجديد يا رفاق الأوفياء شاهدون. لقد توقفوا الآن على الخوف، لأني لا أريد استعمال القدرات ضدهم. أصبحنا الآن فرانكلين عادي بدون قدرات. شاهدوا يا أصدقاء، لديهم الأريكة، لديهم كل شيء، لديهم أكس كذلك إذا أرادوا قطع الخشب مثلا وأرادوا التدفئة. شاهدوا هنا لديهم الراديو، لديهم كل شيء، يعني أنهم سيعرفون بأن الزومبيز لقد اختفوا يا أصدقاء. كوخ بسيط جدا، ليس هو أفضل كوخ في التاريخ، لديهم سرير هنا لمن أراد النوم، لكن على الأقل هذا فإنه أفضل من لا شيء. الجميل في الأمر هو أنهم جاءوا لمنطقة آمنة، وصديقنا مايكل وعائلته لقد قمنا بإنقاذهم من كارثة الزومبي بصفتنا أقوى رجل في العالم. ونسنا نكون قد وصلنا نهاية حلقة اليوم، إذا عجبتكم فضلا منكم ادعموا الضغط على زر لايك وشوفوا المقطع مع أصدقائكم. أجد ذلك الحين كان معكم ياسين، أدعوكم الله ولد الله تطير ودعه، ولا تنسوا السلام وخير ختام.